تشير تقارير إعلامية إلى حضور أسلحة شديدة التدمير ضمن الحشود العسكرية الروسية في حربها على أوكرانيا. من هذه الأسلحة التي حظيت بتركيز إعلامي راجمة صواريخ TOS-1A. هذه الصواريخ مصممة لتحمل رؤوساً حربية فراغية، إذ يؤدي انفجارها إلى ارتفاع مستويات الضغط إلى مستويات مدمرة في محيط الانفجار، فتمتص الأكسجين حتى من رئتي الإنسان وتدمر المباني. هذه المنظومة صممت في العهد السوفيتي لتوضع على جسم دبابة معدل وتحمل 24 صاروخاً يمكن إطلاقهم جميعاً في أقل من 6 ثوان في وضعية الإطلاق المزدوج، ويمكن للبرج الدوران حركة دائرية كاملة. صممت هذه الراجمة لاستهداف التحصينات العسكرية للعدو في مساحة واسعة لتسويتها بالأرض، ويمكن وصفها بأداة لتنفيذ استراتيجية الأرض المحروقة.